أنا صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر، سمو الشيخ علي بن خليفة آل خليفة نائب رئيس مجلس الوزراء صباح اليوم لافتتاح فعاليات المعرض 20 للنفط والغاز بالشرق الأوسط ميوس 2017، والذي يقام في مركز البحرين الدولي للمعارض والمؤتمرات تحت شعار تطوير الصناعة من خلال الابتكار والتفوق التشغيلي. وقد أعرب سمو الشيخ علي بن خليفة آل خليفة عن خالص الشكر والتقدير إلى صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء الموقر على رعايته الكريمة للمؤتمر والمعرض المصاحب له، تجسيدا لحرص سموه على دعم الصناعات النفطية وتوفير كافة التسهيلات لها للقيام بدورها في رفد الاقتصاد الوطني وخدمة منظومة التنمية الشاملة التي تشهدها مملكة البحرين في القطاعات كافة. ونقل سموه تحيات صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء إلى القائمين على تنظيم المعرض والمشاركين فيه، مؤكدا سموه أن قطاع الصناعات النفطية يحظى باهتمام كبير من قبل الحكومة برئاسة صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء التي لا تدخر جهدا في الارتقاء به وجعله مواكبا لأحدث النظم العالمية وتعظيم مردوداته لصالح الاقتصاد الوطني، مشيرا سموه إلى ما يمثله هذا القطاع من محرك رئيسي لجعل عجلة التنمية الاقتصادية دائمة. وقد قام سمو الشيخ علي بن خليفة آل خليفة بجولة في أرجاء المعرض اطلع خلالها على ما يتضمنه من منتجات تمثل أحدث ما توصلت إليه التقنيات الحديثة في قطاع صناعة النفط والغاز. وقال سموه إن الاستثمار في قطاع الصناعات النفط والغاز يمثل أحد أهم المرتكزات لتنويع القاعدة الاستثمارية والصناعية وفتح آفاق جديدة للصناعات النفطية، لا سيما في ظل ما يمتلكه هذا القطاع من إمكانيات توفر المزيد من فرص العمل للمواطنين. وأكد سموه أنه برغم التحديات الراهنة والتقلبات في أسعار النفط على المستوى العالمي، إلا أن الاستثمار في قطاع الصناعات النفطية ما زال واعدا ويشهد تناميا مستمرا، لافتا سموه إلى حرص مملكة البحرين على تطوير صناعة النفط بما يعزز من قدرتها على تحقيق عوائد تسهم في النهوض بالاقتصاد الوطني. ونوه سموه إلى أن مملكة البحرين استطاعت أن تحقق نجاحا كبيرا في مجال صناعة المؤتمرات والمعارض لما تمتلكه من بنية تحتية متطورة توفر البيئة الملائمة لهذه الصناعة لأن تزدهر، وهو ما يحقق نشاطا للحركة الاقتصادية في البلاد يعود مردودها على بقية قطاعات العمل والإنتاج.